هو يقول لحضرتك على قصه ظريفه جدا. اتفضل. احنا المتربيين كلنا تربيه خاطئه. نعم. واخد بال حضرتك؟ يعني الطرق الصوفيه زمان كان لها دور كبير جدا. دور كبير جدا حتى في الاستعمار، يعني في القرن العشرين كان لها دور. في بداية القرن العشرين كان لها دور. مثال لما طلع وعد بلفور، كان إمام العزايم أول من قال إن كل من يبيع شبر من أرض فلسطين فقد خرج من ملة. وتطلق منه زوجته. ولا يصلى عليه. ولا يدفن في مقابر المسلمين. واخد بال حضرتك؟ وكذلك الشهود اذا كانوا من المسلمين. يسلى عليهم هذا الموضوع. واخد بال حضرتك؟